بخير. طبعا الفيديو اليوم يا اخوان زي ما تعرفون انتهى الموسم يعني وكذا، فنزلت الايف ونزل الكرت الجديد، فبعطيكم افضل 5 تشكيلات اللافا بوجهة نظري صراحة، يعني ممكن تلعبونها هذا السيزون يعني تحديدا يعني. فان شاء الله راح العب بال5 تشكيلات بالفيديو هذا. طبعا هذه اول تشكيلة معنا راح نخش فيها الجيم الاول، خليكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. اوكي اخوان، خشينا الجيم الاول. طبعا جالس العب جراند بحكم انه يعني تو الناس ما رفعت وكذا، فواصل 5 انتصارات. اوكي راح اجرب معكم التشكيلات سيكل زاب. طبعا اخوان تعرفون ان الكرت، شوف الكرت الجديد بالنسبه لي انا ما اشوفه يعني هذاك الكرت الاوبيلي ضد اللافا، يعني ما اشوف انه قوي ابدا ضد اللافا صراحه يعني. اما الكتور دراجون صراحه يعني فوق التقييم، هذا كرت اوبي صراحه. طبعا مميزات التشكيله هذه، طب هدي هدي يا حبيبي هدي. مميزات التشكيله هذه يا شباب انها معك فاير للالكترو دراجون، ومعك زاب، ومعك جوبلين كيج دفاع اسطوري مثلا لو كان يلعب ضد الجولم، يعني العمالقه بشكل عام، ومعك معك حراس للاشياء اللي نفس الباندت جوست باتل رام. فالتشكيله انا اشوفها صراحه والتشكيله هذه متكامله، بس ما صراحه ما اتوقع اني بلعب فيها الموسم هذا يعني. ممكن ليش لا صراحة. ال5 تشكيلات اللي سويتها هذه يعني سويتها بوجهة نظري انا، عرفتوا كيف؟ فممكن تكون كويسة ممكن ما تكون كويسة، بس الى الان يعني انا اشوف هذا الافضل. اوكي راح اخلي الجوست يشبك على التاور، بعدين العب سكيتن دراجون بحيث ان يتخلصون من الجوست، يتخلصون من شو اسمه، من الهجمة هذه اللي وراها كلها. اوكي البالون اخذ التاور الاول، راح انزل هذا بالنص بحيث انه يتنك على البالون. التور الثاني، اوكي ما ادري ايش لعب فير صراحه، الخصم مسح يا اخوان. اوكي بلعب الحراس بالطريقه هذه عشان البيكه، صراحه اخطيت بالحراس، كان المفروض يعني اخلي البيكه يلف وجه عليهم، بس يلا عوافي. اوكي راح العب زابين عشان هذا يموت وهذول ياخذون دمج، يعني احسن واحسن يعني. اوكي اخوان حاليا باخذ اللعب دفاعي انا صراحه، لانه انا ما اخذ دمج، فاي بالون تقريبا مع فاير بول بفوز تقريبا، فراح العب كيج هنا الطريقه هذه دفاعي. اوكي يا ساتر، الو يا اخوان شفت البيكه؟ اخ في احد شايف البيكه يا اخوان؟ يا ساتر البيكه تبخر. اوكي لافا من النص، اتوقع الخصم خسر يعني، ما ادري ايش البيكه اللي لعبه، يعني ليه تلعب البيكه بوجه الجوبلين كيج؟ لا لعبه بعيد بحيث ان الكيج يمسك البيكه يعني. اوكي زاب هنا الراس دفاعي وجي جي يعني. اوكي خمسك الزاب. طبعا اغلب التشكيلات اللي انا سويتها راح يكون ما راح يكون فيها ذا الايفو، ليش؟ لانه يعني مشكله الناس صراحه شارين الايفو، فبحاول اني اسوي تشكيله تكون عند الجميع ماكس يعني. طبعا التشكيله هذه يا اخوان انا صراحه اشوف انها تشكيله يعني متكامله، ليش؟ لانه انت معك لايتنينج للالكترو دراجون. احي انا غلطت بالانفيرنو، انا نسيت ان هذا يضرب كهرباء اصلا. اوكي ما علينا. معك الكترو دراجون، الكترو دراجون يعني ايفو بي طبعا كنا عارفين يعني، ومعك لايتنينج عشان تشيله. والتشكيلة هذه حرفيا تعتمد على الدفاع أكثر من الهجوم، يعني تدافع 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 وترجع الخصم كاونتر بوش، يعني ما أنصحكم تهجمون أبدا أول شيء. فالتشكيلة أشوفها متناسقة صراحة، بس يبيلها يعني يبيلها ما يبيلها استعجال، يبيلها صبر، لأنه التشكيلة غالية شوي نوعا ما. أنت معك مبنى يسحب المباني، معك انفيرنو للجولم، معك لايتنج للبطل مثلا، وش اسمه، معك لايتنج للبطل ولايتنج للالكترو دراجون، فاثنين بواحد يعني. وصل لايتنج مدى كبير يعني، مو نفس الفويد يمديك تشيل اثنين، الفويد خلاص كرت وانتهى يعني صراحة. اذبحوا الفويد، مع اني ما اشوفه صراحة كان يستاهل نيرف لهالدرجة يعني، ويستاهل نيرف بس مو لدرجة انك تقضي عليه نفس الليتل برنس يعني. الليتل برنس كان من اقوى الكروت اللعب، نرفوه كم مرة لما قتلوه قتل يعني، نرفوا الكرت بس بحيث انه يكون يستخدم يعني، مو تقتلونه قتل. اوكي راح العب تومبستون هنا عشان الف وجه الحبيب هذا، يعني لو استلم التاور هذا جي جي لنا كلنا. طيب الكترو دراجون ورا اللافا، طبعا الجراند للاسف ما في ايفو، يعني ما ينزلون ايفو الا بعد ما ينتهي باسبوع،
بعد ما ينتهي الاسبوع، قصدي الا بعد ما ينتهي السيزون. لف وجهك الكترو. ايوه والله اوبي يا اخي، اخوان كرت اوبي اقسم بالله من غير الايفو، كيف مع الايفو؟ انفرنو من ورا عشان نضمن التور. زاب هنا عشان اشيل كل شيء. يا ساتر الخصم ناوي على المسح. راح العب حراس هنا ولاف من النص، اتوقع انه جي جي يعني. انفرنو اشبك التور. طب زي ما قلت لكم الكرت هذا ما اشوفه اوبي صراحه يعني، ابدا ابدا مش اوبي. ماينر على الدارت، ما ودي صراحه اني اصرف لايتنينج. زاب شوف شوف كيف بطيء وضربته ما دمج قوي اصلا، يعني كرت مش بطال صراحه. اوكي حراس هنا. انفرنو على برنسس جي جي يعني. نايس هذه مره تاخذ تاور مستحيل. التشكيله الثالثه طبعا هذه التشكيله يا اخوان انا اشوفها صراحه هي الاقوى بالنسبه لي يعني. اوكي راح اخلي المورتر يشبك بعدين انزل له بومبر بحيث ان البومبر ما يموت يعني ويتخلص من المورتر. طبعا التشكيله هذه يا اخوان حرفيا دفاعها جبار، هجومها جبار، كل شيء فيها جبار حرفيا. تشكيله فيها بربر دفاعي وانفرنو وفي 3 مينيون ومع والسبلات راح تكون فاير اسهم عشان ايش؟ عشان الالكترو دراجون. راح العب لافا يسار حاليا لانه صارف هو المورتر وصارف الكانون كارد، فحرفيا نقدم عليه بكثير يعني. اوكي راح يدافع ويجبر يمين على انفيرنو. اوكي غلط اتوقع مع مع يعني سبيل او مع اي شيء. راح ادف البالون عشان لو فكر يلعب مورتر، ما اعتقد انه جاب المورتر بس يلا يعني. اوكي بويزن نايس. التور اللي صار طار جبار يعني، صارف السنوبول وصارف البويزن واحده. لا امزح كذا ما يطير يمكن. اثنين ثالثة لعيون الشعب. اوكي نوت باد. راح العب بومبر عشان ادافع على الجحش اللي جاينا هذا. طيب ما ادري ايش فعل ابيلتي يعني يا اخوان الحين وش نظام الابيلتي؟ انا ما فهمت هل هي تدمج عشوائي ولا تدمج الكروت اللي تضربها ولا ايش سالفتها بالضبط يعني. اوكي راح العب لافا يمين، ممكن يلعب لي مورتر نفس الجهه ممكن يلعب يب لعب مورتر نفس الجهه. صراحه انا اشوف ان الخصم غلط لو لعب مورتر يسار افضل له، لانه هو لعب لي مورتر اصلا نفس الجهه وانا معي لافا، فكذا بياخرني ويخليني اهجم له هجمه لا تصد. اوكي فاير بول هنا. راح العب انفرنو عشان اتخلص من المسكتير. راح العب بومبرا يسار عشان اخذ تاور. اوكي معليش خطفني. اوكي نايس اخذنا التاور يسار. الو يا حبيبي معليش يا اخوان اخطاء فنية بس السلك مطعوج شوي. طيب 3 مليون هنا. حاليا ما ودي استعجل لان الخصم صراحة معه ايفو مورتر، فبلعب الهادي. راح يلعب كانون بالنص يب. المفروض الكانون انها ما تشبك على التاور المفروض يب. اوكي حاليا اقدر انزل لافا وانا رايق لانه معي بربر بالساحة، فلو نزل مورتر راح يشبك على البربر. اوكي راح العب انفرنو يسار على طول عشان لو فكر يلعب لي مورتر ومنها اتخلص من نهايه الايفو يعني سريع سريع. اوكي بلون ورا اللافا، راح اجهز سبلاتي عشان لو لعب لي. اوكي فاير صراحه استعجب الاسم، هو تقريبا اللافا ما راح تموت ولا راح تموت. ضربه اللي بعدها. اوكي امزح معكم والله الكرت هذا يجي منه يعني مش ضعيف ترى. اوكي انفرنو يا رب يا رب يا رب يا رب يا اخوان المورتر يخوف والله. راح يلعب لي كانون نص هو عشان يطمع بالتور. اوكي راح العب باربع عشان لو لعب كانون. فاير بول ما ادري اذا تاخذ ولا لا، خلينا نشوف كم تاخذ الاسهم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب بالون نص عشان اصارف المورتر فجي جي يعني. ليتس جو. اوكي اخوان نروح للجيم التاسع والتشكيله الرابعه. التشكيله اللي بعدها طبعا اخوان التشكيله هذه حرفيا نفس التشكيله اللي فات، بس ايش الفرق؟ انه هذه بتريبل سبيل وهذيك بتو سبيل. طبعا وايش التعديل اللي سويته؟ حطيت بس سنوبول بدال 3 مليون يعني، بس التشكيله فيها كرت جوي واحد. شوفوا انا اقول لكم التشكيله هذه صراحه قويه ضد ايش؟ ضد التشكيلات الارضيه. اما التشكيلات اللي زي اللافا يعني ميرور لافا ماتشاب ما اشوفها صراحه قويه يعني، مش افضل شيء ان انت ما معك الا انفيرنو بس جوي. اما ضد التشكيله مثلا هذه اللي ضدي الجيم فري وين. ليش؟ لانه انا
معي تريبل سبل مثلا، معي اسهم للدارت، فاير بول للاشقياء، سنوبول للغيلان العاديين. فزي ما اقول لكم يعني شكلها صراحه حلوه، بس انها للارضي اكثر يعني مش لهذا. اوكي راح العب لاف يمين، انا اعلم الخصم بكسير عالي صراحه لانه هو صرف كثير طبعا حشان الحشه الاسطوريه. اوكي راح العب فاير بول هنا صراحه لانه ما بينمسه انا، عرفتوا كيف؟ انا ادري ان توري تقريبا شبه بيطير، فراح العب انفيرنو هنا، راح اجهز سبلاتي صراحه سبلات يب. راح العب بسنوبول هنا، راح من يصير معي كسير راح العب اسهم على الدارت على طول عشان الانفيرنو ياخذ راحته. اسهم ما راح يقدر يدافع الا اذا كان مع اسهم مثلا، هذه ما تكفي. اوكي سبل ثاني، اوكي اوكي نايس. صراحه الخصم دافع يعني، بس ما اعتقد انه يعني اذا جاء الدبل ما اعتقد انه راح يصمل صراحه، لانه بهجمه واحده بس اقدر امحيه من الوجود يعني. راح انزل لافا، اوكي اكنسل الفكره شوي، اجلوها شوي. هذه صراحه تاخذ دمج عالي يعني. اوكي اعطاني صراحه فاليو، ما ادري ايش نزل هذا. طيب راح العب لافا يسار، غالبا راح يجيب لي برنس يمين مع غيلان، المفروض انه يسوي كذا يعني. يلا برنس برنس يب، ورا غيلان يلا يب، هذا السيناريو المتوقع يعني. طيب سنوبول هنا عشان اطلع هذه بس، واكون دفاعي كامل يعني. اوكي صراحه ما اعتقد راح يستفيد يعني، يب حركه فاشله الصراحه. اوكي بومبر هنا عشان اشيل هذول بضربه واحده، نايس. راح اجهزهم للدارت ولافا بالنص، واتوقع ان جي جي الجيم. واحد اثنين ثلاثه، اعطنا الرابعه، ابى الحق على البومبر. ما لحقت على البومبر. اوكي سنوبول هنا عشان في احتمال اني امسها يعني. طيب بالون ثاني، راح اجهز الفاير بول على الدارت، فاير بول على الدارت، فاير بول هنا، ما راح اتمل الدفاع لاني انا اصلا بمسها يعني. طيب ما راح يقدر يسوي شيء، معي بربر، وحتى لو هذول اخذوا معي اسهم يعني. فزي ما قلت لكم انا كاونتر على الخصم صراحه، ما عنده فرصه انه يفوز يعني. تربل سبيل صراحة صعب عليه جدا، قلت لكم ما راح يصمد بعد الدبل يعني. فا نايس جيم يعني، هذه التشكيلة يا اخوان، ما وريتكم تشكيلات صحيح اللي قبل نسيت. اوكي طبعا هذه الأخيرة، هذه اللي قبل الأخيرة. هذا الجيم يا اخوان فصل عليه النت عشان كذا ما طلعت يعني، ما في فايدة اطلع جيم مفصول عليه النت يعني. فالتشكيلات إلى الآن سالكة، كم طلعنا تشكيلة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صح؟ لا انا دخلت جيمي، اي صح هذا مريتكم اياه. طبعا باقي التشكيلة الاخيرة، يلا نروح الجيم التاسع بالجراند عاشر. طبعا التشكيلة هذه يا اخوان بالفويد طبعا، والله شوف الصراحة انا ما كنت مقتنع فيها، لكني شفت لاعب تقريبا موصل حاليا الثلاثين على العالم اتوقع بالتشكيلة هذه يعني. شوفوا انا اعتقد ان الفويد يشيل الكترو دراجون اذا ما خاب ظني، اعتقد انه يشيله، فما اعتقد انه يعني بالسوء هذا. اوكي فويد هنا، على ايامك الفويد. يا الفويد يا نكب، الله ياخذ ايامك يا شيخ. اخ كان بيجيني فيني العيد صراحه. اوكي الخصم يلعب شكلة ميجا نايت، ميجا نايت بيت اللي بس تعتمد انك تنزل على الجسر، اول ما يصير معك كسير غيلان نزله على طول، هذه استراتيجيه الخصم. شوف شوف شو اقولكم شغال الحبيب. راح انزل بومبر هنا بحيث اني اجيب الفويد، لان الخصم مع انفيرنو فيب على طول. لا 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 تكفى لا يا اخوان، الفويد صار سريع ولا وش السالفه؟ كيف كذا؟ اوكي راح العب بربر يسار، انا عارف مع ميجا نايت بس انه ما معه كسير، صرف كسير كثير يعني. فراح اجهز السنوبول للغيلان اللي راح يلعبهم، ممكن يلعب غيلان هنا، ما راح اسوي بريدكشن صراحه، ما ابي اخاطر يعني. يب توقعتها. راح انزل بالون هنا، راح اجهز سنوبول للباتس، بس صراحه ما اتوقع اني بستفيد يعني، دافع ايزي، ما في داعي الزاب اصلا، بس ما ادري ايش نزل الخصم خوافي شوي. اخ يا اخوان اول هجمه كانت فاشله الصراحه. يا اخوان ترى انا ما شفت تهديلات الفويد وش صار فيه، لاني صراحه انا اشوف سريع شويه يعني، ما ادري كيف حاسس سريع كان رجع الفويد اول ما نزل ايام زمان. اوكي انفيرنو من نفس الجهه، لاني بحاول اني ادافع وارجع له بكونتر بوش. اوكي اسهم،
حاول يسوي الهجمة كذا من طرفين. يا لعيب انت يا لعيب. اوكي بالون بويد على الانفيرنو اللي راح ينزل. اوكي معي سنوبول هنا. نايس زاب غلط. اسهم ثالثة بالون لعيون المؤمنين. تكفى تكفى ليتس جو. هذا لو فزت الجيم ذا بيسميه الفوز اللي يعني امي دعيتي على الفوز ذا. بويد اوه البويد النكبة. انفرنو. اوكي اتوقع اني فزت الجيم. اسهم للبرل. يب يلا ماينر ماينر. واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. خلاص وفر الماينر ما عاد في وقت. جي جي نايس نايس جيم. اوف والله الجيم هذا ما امي دعيت لي عشان يفوزه عشان يفزته قصدي مش عشان يفوزه. اوكي طبعا هنا خلصت التشكيلات يا اخوان. هذه اول تشكيله وهذه ثاني تشكيله. اخ والله اني حزين صراحه. التشكيله يعني ما اعتقد انها بتستمر خلاص هذه نهايتها يعني. طبعا التشكيله هذه طولت صراحه يعني كانت طولت مده تقريبا اربع مواسم وثلاث مواسم فخلاص يعني. طبعا التشكيله الثالثه تقريبا يب وهذه وين هذه الرابعه عاد الخامس وريتكم اياها اللي هي تقريبا كانت نفس هذه بس فويد بدل فير. فيب اخوان هذه التشكيلات احس انه خلاص ما يحتاج اكمل الجراند يعني. فاخوان وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسون لايك واشتراك اذا عجبكم الفيديو واعطوني تقييمات التشكيلات اللي وريتكم اياها واعطوني افكار للجراند يا اخوان يعني اعطوني تشكيلاتكم وتحديات او اي شيء. فشوفكم.